Anda memiliki produk dan ingin beriklan, tapi tidak mahir editing? Kami menerima jasa pembuatan video promosi profesional. Percayakan kepada kami segera. Bismillahirrahmanirrahim. لأن الإنسان إذا أكثر من شيء عرف به وإذا أدمن شيئا تطبعت نفسه به سواء كان قولا أو فعلا. ولهذا رأى الناس بأعينهم نماذج من حسن الخاتمة ونماذج من سوء الخاتمة، عافانا الله وإياكم من ذلك. أما حسن الخاتمة فهو الحمد لله كثير، وأكثر الناس يموتون بستر الله عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى لحكمة بالغة يجري بين الفينة والأخرى ويظهر بعض سوءات الناس الذين أصروا وعاندوا، يظهر سوءاتهم في خاتمة سوء يرونها بأعينهم، وهذا لا يكون إلا لمن أصر وعاند. والقصص في هذا كثيرة، ذكر القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة، وذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أن من شؤم المعاصي وإدمانها أن العبد عياذا بالله إذا لم ينفك عنها وتطبع قلبه وتطبع جوارحه بها أنه يخشى عليه أن يختم بخاتمة السوء له. وهذا إذا أدمنه وأكثر منه صار شيئا يجري على لسانه. وفي العصر الحاضر نقل الناس شيئا من هذا، ولا بأس من ذكر بعضها. أما الخواتيم الخيرة الحمد لله فهي كثيرة ومعروفة، لكن نحن الآن نتحدث عن نماذج، يعني سنذكر نموذجا من هذا وهذا. أحدهم صار عليه حادث سيارة، وكان هذا الرجل أحد الشباب الذين أدمنوا سماع الأغاني، حتى صار سماعه للغناء أكثر من سماعه للقرآن. فاحتضر فجاء المسعف ليسعفه، وإذا هو بدل من أن يقول لا إله إلا الله ويجيب المسعف، إذا هو يردد الأغاني التي ما زالت تعمل في السيارة إلى الآن. مع القلب انشغل الناس بإسعاف المصابين، ويؤتى إلى هذا المصاب ويقال له قل لا إله إلا الله، فيردد الأغنية الموجودة الآن التي تعمل في المسجل، خاتمة سوء نعوذ بالله من ذلك. والقرطبي ذكر أنه أحد الذين أدمنوا لعب الشطرنج يقول لما قيل له قل لا إله إلا الله قال شاه كش ملك، العبارات المعروفة في لعبة الشطرنج. وثالث ذكر ابن القيم في الجواب الكافي أنه كان والعياذ بالله بمن يتعامل بالربا، فلما قيل له قل لا إله إلا الله قال 5 × 6 تساوي كم، قام يذكر الأرقام الحسابية والربا، يعني أنا بعطيك 5000 تردها لي 6000 مثلا، 50000 تردها 60000 وهكذا. أما الجانب الآخر فهو كثير جدا بحمد الله تعالى. وهذا هو الشاهد هنا، أن الإنسان إذا أدمن فعل الخير فإنه يرجى له أن يكون ختامه على خير. ورى الناس خواتيم كثيرة، آخرها ما تداوله الناس الأسبوع الماضي من وفاة أحد طلبة العلم في مكة شرفه الله، فهو حينما صلى العصر، من يوم صلى العصر التفت إلى جماعة مسجده، خلال دقيقة واحدة سقط ميتا رحمة الله عليه في محرابه. وهذه يا إخوة أود أن أعلق عليها وأقول والله إن لها ثمنا، والله لا يختم لأحد بمثل هذه الخواتيم العظيمة إلا بثمن. ما هو الثمن؟ صدق مع الله عز وجل، وسريرة صالحة مع الله تبارك وتعالى، وخشية وإخلاص ونحو ذلك من الأعمال. ولا نزكي على الله أحدا، لا يختم لأحد بمثل هذه الخواتيم إلا وله رصيد سابق. ولا نتألى على الله، لا حكما على أحد، لا بجنة ولا بنار، لكن نحن نتحدث حديثا عاما. وقلت إن هذا من رحمة الله أن يري الناس أمثال هذه الخواتيم الحسنة والسيئة. وأنت تعلم أن الخواتيم هذه لا تشترى، أما التي هي خاتمة سيئة فأقطع قطعا أن كل إنسان لا يحب أبدا أن ينكشف ما بينه وبين الله، أدام الله علينا وعليكم ستره الجميل. وفي المقابل
كل إنسان يتمنى أن يختم له بمثل هذه الخاتمة. وحدثني أحد الثقات الأثبات أنه في حج العام، ليس الماضي هذا اللي هو 1438، حج العام الذي قبله 1437، أحد الشباب ألحت عليه والدته وهم من حفر الباطن، تريد أن تحج، ما حجت فريضة الإسلام بعد، ولكن الابن كل سنة يقول أنا ما عندي فلوس، ما عندي ما عندي ما عندي، إلى أن ألحت عليه في عام 37 وقالت له إما أن تحججني وإلا شفت لي حل، أنا أبتسلف وشوف لي حل وأنت تروح معي محرم. قال لا لا. يقول هذا الشاب فجمعت ما عندي، لأن تعرفون الأسعار مرتفعة، حتى تذهب معي أختي أيضا لتخدم أمي، ثلاثة، فجمعت ما عندي من مال من أجل أن أذهب أحج بأمي. يقول ذهبنا للحج، فلما جاء يوم عرفة قبضها الله عز وجل في ذلك الموقف العظيم. هذه يا إخوة لا تشترى أبدا، لا تشترى بالمال، ولا فيها تزلف، ولا فيها تصنع، ولا فيها تدليس، ما فيها كذب. الموت لا أحد يختاره، وكل يكره الموت كراهية فطرية، لكن أن يموت وهو متلبس بطاعة وفي مثل هذا الموقف العظيم، هذا شيء لا يمكن أن يكون إلا وله ثمن، والثمن حسن صلة مع الله عز وجل فيما قبل فيما سبق. ولهذا أيها الإخوة، أوصي نفسي أولا وإياكم بحسن الصلة مع الله عز وجل والصدق معه، خاصة في الخفاء، خاصة في الخفاء. وإذا خلى الإنسان بمحارم الله عز وجل، هذه مواضع عظيمة من مواضع امتحان القلوب. وإذا تعارض أمر الله مع أمرك أو هواك، انظر ما الذي تقدمه. هنا إذا نجحت في الاختبارات هذه وتجاوزت هوى نفسك ورعيت نظر الله عز وجل إليك، والله لا يخذلك الله سبحانه وتعالى، والله يمينا بارة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، وقال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأي شدة أعظم من أن يعاني الإنسان سكرات الموت وتفارق روحه هذه الحياة، فهو أحوج ما يكون إلى عون الله عز وجل وحفظه وتسديده. فالله الله